نحن بالأخلاق نورنا الحياة، نحن للحق دعاة ورعاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاقنا والواقع. نناقش في هذه الحلقة قضية هامة في الأخلاق الإسلامية، وهي مقاصد الشريعة ودورها في منظومة الأخلاق الإسلامية. مستضيفين معنا فضيلة الدكتور حسن الخطاف، دكتوراه في العقيدة الإسلامية، نائب عميد كلية الشريعة في جامعة حلب سابقا. أهلا وسهلا بكم دكتور حسن. مرحبا وأهلا. أهلا وسهلا. نسمع كثيرا في كتب الفقه وكتب أصول الفقه عن مقاصد الشريعة، لو تعطينا انطلاقا لمحة عن هذه المقاصد. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة مقاصد الشريعة يعني أصبح لها دور كبير جدا، وهناك اليوم من يعتمد عليها، وهناك اليوم من يستخدمها من أجل ماذا؟ ضربا حقيقة للشريعة الإسلامية. الذي نقصده بالمقاصد هنا هي المصالح التي جاءت الشريعة وتوخّتها. يعني نحن نعلم أن هذه الشريعة جاءت لمصالح العباد، لمصالح لجلب المصالح في دنياهم وفي أخراهم، ولدرء المفاسد عنهم. فما من حكم شرعي في الشريعة الإسلامية في واقع الأمر إلا وفيه مصلحة، وإلا أوقعنا العبث في هذه الشريعة الإسلامية. فالله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا إلا وفيه مصلحة، هذه مصالح، هذه مقاصد. فالآن نحن لو قلنا، لو أخذنا مثالا على ذلك، حرمة الخمر، لماذا حرمت الشريعة الخمر؟ أخي، جزء من ذلك أن فيه تغييب لهذا العقل فقط. فمن مقاصد الشريعة الإسلامية فيما يتصل بهذا إذن هذا التحريم، حفاظا على هذا العقل. كذلك النسل، كذلك العرض وما إلى ذلك. إذن المقاصد هي ما توخته الشريعة من الأحكام، ونحن نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا إلا وفيه مصلحة. هذه المقاصد إلا وفيه مصلحة. هذه المقاصد هل استنتجها العلماء أم كانت مذكورة في الكتاب والسنة بشكل صريح؟ حقيقة المقاصد يعني هناك من كتب في هذا، وعندنا الشاطبي، وقبل ذلك الجويني، وقبل ذلك الحكيم الترمذي، لكن كانت عبارة عن نتف، هي أخذت من خلال الاستقراء والتتبع. نعم. فعندما استقرأ علماء الشريعة يعني المصالح التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، طبعا هناك عندنا مقاصد عامة ومقاصد خاصة، وهذا هناك من كتب رسائل دكتوراه أخي في هذا. هل هناك ترتيب محدد الآن أجمع عليه العلماء من حيث المقاصد أهميتها أو؟ نعم، عندنا هناك تقسيم ثلاثي مشهور، وهو أن المقاصد الشرعية تقسم إلى ثلاثة أقسام: الضروريات، ونعني بها الحفاظ على الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال. وكذلك طبعا سميناها ضروريات، لماذا؟ لأن الحياة لا تستقيم من غيرها. نعم. إذا وقع فيها خلل تؤدي إلى فوضى عارمة في الحياة. نعم. كالأنفس الآن، يعني عندما يكون هناك هرج ومرج وقتل تؤدي إلى فوضى. نعم. عندنا الحاجيات، يعني المتصلة بالبيع، بالشراء، بالزواج، بالطلاق، في هذا حاجي، أمر حاجي بمعنى ليس بالمرتبة الضروري أبدا. نعم. ولكن ما هو يعني الوقوع فيه يسبب حرجا وضيقا في الحياة. نعم. والأمر الآخر هو التحسيني. نعم. ما يسمى تحسيني التجميلي أخي، تجميلي مثل المطعم والمشرب والملبس وما إلى ذلك. نعم. يعني مثل البيت، كماليات كما يقال، كماليات مثل البيت. البيت فيه أركان. نعم. فيه أركان السقف والأربع جدران مثلا، هذا بمثابة الضروريات. عندنا يعني الأبواب والشبابيك وما إلى ذلك، هذه النوافذ تكون بمثابة الحاجيات. نعم. الكمال التحسينيات يعني الأثاث والتزيين والدهان وما إلى ذلك. هنا نعود إلى الضروريات، يعني هلأ حاليا إذا وقع عندنا تضارب، أو يعني شخص على سبيل المثال اعتدي على ماله، فأنت ذكرت أن من بين الضروريات حفظ النفس وحفظ المال، فأيهما يقدم مثلا؟ أخي، من المعلوم بداهة أنه نحن عندنا هذا الترتيب: الحفاظ على الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال. المال. نعم. في الأخير ما من يعني ضرورية من هذه الضروريات إلا ولها علاقة بالجانب الأخلاقي. لا يصح أخلاقيا الآن، ونحن نتحدث عن الأخلاق، عندما يأتي مثلا لصوص أو مجرمون ويريدون منك مثلا العرض، مثلا عرضك، فإن أرادوا المال أنت تعطيهم وتقدم لهم المال، أما أن تقدم العرض، لاحظ، أن تقدم العرض
أو تقدم الدين في سبيل المال من الجانب الأخلاقي لا يصح. أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض بالمال. ومن هنا أخي نحن في هذه الثورة حقيقة نقدم المال، نقدم المال حفاظا على ماذا؟ حفاظا على الأربعة. المال الآن الذي يقدم الآن في هذه الثورة من الأغنياء والتجار الجيدين وما إلى ذلك، من أجل ماذا أخي؟ نقدمه صونا لديننا، وصونا على لأنفسنا، وصونا لأعراضنا. نعم. ذكرت دكتور أن من أعظم المقاصد حفظ الدين، فكيف نستطيع أن نحافظ على هذا المقصد العظيم، وما دور الجهاد في هذا المقصد؟ هذا ما نسمعه بعد الفاصل. كنا قد وصلنا قبل الفاصل إلى قضية المقصد الأعظم وهو حفظ الدين، وما هو دور الجهاد في حفظ الدين؟ كيف تستطيع أن نربط هذه القضية بالأخلاق؟ أخي بالنسبة ذكرنا على رأس السلم الأولويات أو المقاصد حفاظ على الدين. عندما تحافظ أنت على الدين حقيقة تحافظ على العرض والنفس والمال وما إلى ذلك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة عندما هاجر من حيث الظاهر أنه تخلى عن المال وكذا وما إلى ذلك، وكذلك الصحابة، لكن من خلال هجرته وتركه للأوطان حافظ على الدين وحافظ على كل شيء. الآن من الجانب الأخلاقي الله أكرمني ورزقني وأحسن إلي وأنعم علي، من الجانب الأخلاقي ينبغي أن أحافظ على هذا الدين. طيب كيف أحافظ على هذا الدين أخي؟ من خلال فعل الواجبات التي أمرني الله سبحانه وتعالى بها، ومن خلال ترك المنهيات التي نهاني عنها الله سبحانه وتعالى. نعم. مختصرا على نفسي أم أكون داعية أيضا لغيري؟ نعم حقيقة لها جانبان. الجانب الأول يعني حفاظ على الدين يكون من خلال الدعوة، وهذا أمر مهم جدا، من خلال التزام والسلوك والدعوة، وهذا هو المنهج الذي يعني هو الأصلي حقيقة في الشريعة الإسلامية. الآن يأتي أمر آخر، قضية الذود عن هذه الشريعة والدفاع عن هذه الشريعة يكون من خلال ماذا؟ من خلال الجهاد. فالجهاد هنا حقيقة ليس هو الأصل، وإنما عندما يقف هناك تقف عقبات أمام هذه الدعوة يأتي الجهاد من أجل إزاحة هذه العقبات لنشر دين الله سبحانه وتعالى. يعني لو ترك هذا الدين وشأنه، لو ترك هذا الدين إذن لسار إلى كل الناس. أما أن يقف هناك من يقف أمام عقبة أمام هذا الدين، فالجهاد يأتي لإزاحة هذه العقبات. وكأنك عندما تسوق يعني سيارة فتجد هناك مثلا أحجار على الطريق أو كذا، تقوم بإزاحتها لتسير أنت. نعم. هنا نعود إلى قضية هامة جدا تشغل بال كثير من الناس اليوم. إذا كانت هذه المقاصد تحفظ حقوق الناس وتحفظ مكانتهم وحياتهم، فكيف نستطيع أن نحل قضية هذا المرتد الذي يعني غير مقتنع بالدين يقتل؟ ألا يعتبر هذا القتل مخالفا للأخلاق؟ أخي أولا هذا سؤال حقيقة يعني سؤال قمة ومهم جدا. أولا علينا أن ننتبه أن الحكم بالردة هو جانب قضائي بحت، لا ينبغي أن يترك للأفراد حتى لا نكفر الناس، وكما يحدث في أيامنا هذا من صبية صغار يكفرون الناس. إذن هو أولا هو جانب قضائي بحت. الأمر الثاني أخي، هناك ضوابط للارتداد، يعني ينبغي أن يكون مما هو معلوم من الدين بالضرورة وما إلى ذلك، كذلك هذا جانب قضائي. الآن السؤال أنه ألا يتعارض الجانب الأخلاقي مع المرتد؟ يعني قد يقول قائل كما ذكرت أنت، من حق الشخص أن يفكر. طيب فكر هذا الشخص ثم خرج بنتيجة أن هذا الدين لا يصلح للمجتمع ولا يصلح للحياة، كيف تقولون أنتم أيها المسلمون أنه يقتل؟ ألا يصطدم القتل مع الجانب الأخلاقي؟ لا. الجواب عن هذا أخي، نحن نقول بإمكان هذا الشخص حقيقة يعني إذا كان عنده شبه، عنده شكوك، أن يذهب إلى العلماء، أن يناقشوا في هذه المسألة. تمام. ولا أتصور يعني أن هناك من المسائل الفكرية التي لا نجد لها جوابا.
فلا ينبغي أن نفتح هذا المجال. الحرية الآن التي ينادي بها أولئك الذين يعني انطلاقا من حقوق الإنسان حقيقة يريدون أن يضربوا الشريعة الإسلامية من هذا المنطلق. هم أكثر الناس يعني حقوق الناس هم أكثر من يحارب هذه الفكرة، يقولون إن كنتم أنتم أهل الدين وأهل السماحة تقتلون الناس بهذه الحجة. أخي نحن لا حقيقة لا نقتل إلا لأسباب عدة. أولا كما قلت أن يكون مما هو معلوم من الدين بالضرورة. الأمر الثاني أن يكون هذا الجانب قضائي ولا يترك لجهال الناس ولا للصبية. الأمر الثالث أنه لا يقتل إلا إذا أعلن أمام الناس وأخذ يتبجح، وبالتالي هو خروج على القيم وخروج على الأخلاق وتمرد على هذه المنظومة. ومن هنا يعني الأحاديث في ذلك أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر. ولا يصح يعني بعض هكذا يستند على قول الله تعالى يعني لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أخي هذه لا إكراها، نحن نعلم أن هذه يعني جاءت من قبل الله سبحانه وتعالى، ليست إنشاء وإنما إخبارا. لا يصح أن تكره أحدا، فغير المسلم نحن لا نكرهه، تمام؟ غير المسلم، لأنك لا تصنع من شخص مسلما من خلال إكراه، تصنع منه منافقا. أما شخص دخل في الإسلام ثم بعد ذلك أراد أن يخرج هكذا، له أن تبقى هذه الأفكار حبيسة النفس. هنا كنت أريد أن أسألك، يعني هناك بعض الأشخاص يعني لا يتظاهرون، حتى لا يفهم حبيسة النفس بمعنى ماذا أخي؟ يناقش بها الناس، يا جماعة عندي مشكلة عندي كذا. أما أن يترك هذا الأمر ونفسح له المجال حقيقة، هذا يكون تمرد على المجتمع. معذرة. لا يعني هنا كنت أريد أن أسألك هذا السؤال، أني نرى أحيانا أشخاص لا يناقش أحد في هذه القضية، ولكن في داخله هو غير مقتنع بهذا الدين، يعني هل تجري عليه أحكام الرد هنا؟ إذا كما قلنا الأحكام الرد هي أحكام ظاهرية. نعم. طيب هو يقول إنه هذه الصلاة هي عبارة عن لهو، عبارة عن كذا، الشريعة ليست صالحة لا للزمان ولا للمكان، إذن نعم. هذا أصبح ظاهرا، ونحن لا نحاكم الناس على البواطن. نعم. يعني الشخص قد يكون في الأصل يصلي ويدخل المسجد وهو بالأصل غير مسلم. نعم. أنا عارف. عندنا هنا قضية الآن يعني شد حساسية، نرى أحيانا بعض الفصائل الإسلامية أو بعض التوجهات الإسلامية تقول الحق معي وباقي الناس هم مخطئون، ويقتلون الناس على هذا الأساس بأنك لست مقتنعا بفكري فأنت مرتد كافر. أخي حقيقة هذا يعني يقوم به الغلاة اليوم، يكفرون الناس انطلاقا من مسائل معينة، ربما لأنك لا تتماشى مع فكرهم، ربما لأنك يعني مثلا اشتغلت في محكمة شرعية ويقولون هذه تستمد قوانينها من النظام وهذا كذب وزور، وربما. أخي لذلك أنا قلت هناك ضوابط. والأمر المهم في هذا أن جمهور الفقهاء أخي لا يقتلون الشخص مباشرة. نعم. انظر يعني يعرض عليه الإسلام ويترك فترة، فإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأسلم يترك. أما اليوم يحاكم هكذا ويحكم عليه ارتد ويقتل مباشرة ولا يستتاب. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، نشكركم شكرا جزيلا. نشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن متابعتكم، لنلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن للحق دعاة ورعاة، نحن